عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. درسنا اللكشر السابقه لينير ريجريشن، وعرفنا ان دايما ده الماشين ليرنينج بروسيس، ان دايما بيكون عندي تريننج سيت وبستخدم تريننج سيت عشان اعلم بيها ماشين ليرنينج الجوريزم، عشان اكون ماشين ليرنينج موديل بستخدم الماشين ليرنينج موديل ده عشان ادخل له تيست داتا عشان اميجر البرفورمانس بتاع الماشين ليرنينج موديل. وقلنا ان في خوارزميات كتير جدا للماشين ليرنينج الجوريزم، وبدانا نتعلم اول خوارزم فيهم وهو اللينير ريجريشن. وقلنا ان اللينير ريجريشن انا بكون الموديل بتاعي هو عباره عن y hat equal w time x i plus b، ولو كان عندي سنجل فيتشر بسمي اللينير ريجريشن موديل سمبل لينير ريجريشن، والبارامترز بتاعته هي بتكون الدبليو والبي، والكوست فانكشن بتاعه هو بنعبر عنها بالفانكشن اللي احنا شايفينها جي دبليو بي ايكوال 1 اوفر 2 ام سميشن اي ايكوال من 1 اب تو ام واي هات اي ماينس واي اي سكوير. وقلنا ان الواي هات هي عباره عن القيمه اللي بيتنبأ بيها الموديل بتاعنا، والهدف ان احنا عايزين نجيب قيمه دبليو وبي اللي تخلي لي الكوست فانكشن دي اقل ما يمكن. وقلنا ان عشان نعبر عن الكوست فانكشن، فالكوست فانكشن لو انا عندي سنجل فيتشر فبيكون عندي البي والدبليو، وبالتالي الكوست فانكشن بتاخد الشكل اللي احنا شايفينه ده اللي هو شكل البوله. وعشان الهدف ان احنا عايزين نوصل الى المينيمم فاليو للكوست فانكشن، فعشان نفهم ازاي نوصل للمينيمم فاليو فقلنا عايزين نرسم الكونتور بلوت او الكونتور كيرف للكوست فانكشن. فايه هو الكونتور؟ شرحنا المحاضره السابقه ايه هو الكونتور، وقلنا ان احنا بناخد النقط اللي لها نفس الفاليو ونحطها على دايره، وبالتالي لو احنا بصينا حد عنده استفسار يا شباب؟ اللي عنده استفسار يفتح المايك ويتكلم، اللي عنده استفسار يجيب النص ويفتح المايك ويتكلم. شباب دكتور اتفضل يا حبيبي. لحد دلوقتي احنا بنراجع على محاضره المره اللي فاتت. كوست فانكشن انت هنا كنت قاسم على 2، هي الاثنين دي جت منين؟ هتعرف بعد شويه الاثنين دي جت منين، تمام؟ هتعرف بعد شويه الاثنين دي جت منين او ليه استخدمنا الاثنين دي، بعد شويه هتعرف. وبالتالي الكونتور هو بيعبر عن كل دايره بتعبر عن القيم بتاعه الكوست فانكشن ليها قيم متساويه، بحيث ان اصغر دايره في قمه الجبل هي اللي بتكون ليها اعلى قيمه ممكنه. وبالتالي لو احنا عكسنا الجبل وافترضنا ان هو حفره تحت سطح الارض، فبالتالي هتبقى اصغر دايره هي هتمثل لي اقل قيمه للفانكشن بتاعتي، اللي هتمثل لي اقل قيمه للكوست فانكشن. ليه خدنا شكل الجبل ده؟ لان شكل الجبل هو المقارب لشكل الكوست فانكشن بس معكوس لتحت. وبالتالي لما نعمل كونتور للكوست فانكشن، فاصغر دايره للكوست فانكشن هتكون هي بتمثل لي اقل قيمه للكوست فانكشن. درسنا الكلام ده بالتفصيل المحاضره السابقه، ووصلنا ان بالتالي التو اوبريشنز اللي بنستخدمهم عشان نجيب قيمه الكوست فانكشن بيتمثل بالتو فورمولا اللي احنا قدامنا دول. ان دبليو الجديدة هي عبارة عن دبليو القديمة ماينس الفا بارشل جي باي بارشل دبليو، وان بي الجديدة هي عبارة عن بي القديمة ماينس الفا بارشل جي باي بارشل بي. وطبعا قلنا ليه احنا بنحط الاشارة النيجاتيف دي؟ قلنا الاشارة النيجاتيف لو انا عندي فانكشن وعايز اجيب لها الماكسيمم فبقول بلس بارشل جي باي بارشل دبليو، ولكن احنا بنجيب الماكسيمم ولا بنجيب المينيمم؟ بنجيب المينيمم، فطالما عايزين نجيب المينيمم فبنقول ماينس بارشل جي باي بارشل دبليو. اوكي شباب؟ طيب خلينا نراجع
على نقطة عشان زمايلكم في المجموعة اللي قبل دي ما كانتش واضحة، فخليني ان انا شرحتها لهم، فخلينا اشرحها لكم برضو عشان تفهموها. لو انا عندي خط مستقيم بالشكل ده، ادي اكس وادي واي، وعندي خط مستقيم بالشكل ده y equal w x plus b. اوكي okay. طيب لو انا بتكلم عن اي خط مستقيم بشكل عام، انا بتكلم عن خط اي خط مستقيم بشكل عام، الاسلوب هنا بوزيتيف ونيجاتيف يا شباب، الاسلوب هنا بوزيتيف ونيجاتيف، الاسلوب هنا بوزيتيف. ليه؟ ضروري اوضح الحته دي عشان زميلكم في المجموعه اللي قبل كده كان بيسالوني عنها، فضروري انا فانا وضحت لهم، فضروري اوضحها لكم عشان لو حد مش فاهمها يكون متابع معايا. ليه هنا الاسلوب بوزيتيف؟ لو احنا خدنا مثال عددي بسيط خالص هيوضح لنا النقطة دي. فمثلا هنا ادي 1 ادي 2 ادي 3، وهنا مثلا ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 وهنا ادي 4. فعشان نجيب الاسلوب مثلا باخد نقطة x1 و x2، ادي x1 و x2، واجيب القيم المقابلة ليهم، يبقى ادي x1 دي قيمة y1، قيمة x2 ادي قيمة x2، ادي قيمة y2، يبقى ادي y1 وادي y2 وادي x1 x2. طبعا هنا الرسم تقريبي معيش مسطرة انا، فعشان كده طبعا انتم متخيلين يا شباب ان ده خط مستقيم. ها الاسلوب هو عبارة عن ايه؟ y2 minus y1 على x2 minus x1. وبالتالي الاسلوب y2 اللي هنا بكام مثلا؟ مثلا فرضنا نجيب 5، ده باربعة ونص، باربعة ونص minus دي كام مثلا؟ دي مثلا ثلاثة وربع مثلا او ثلاثة ونص. x2 بكام؟ x2 ب3 minus x1، x1 بكام؟ ب2. طيب يبقى القيمة دي بوزيتيف ونيجاتيف يا شباب. طبعا 4.5 minus 3.5 ده ب1 و3 minus 2 ب1، يبقى القيمة ب1، يبقى القيمة دي بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى دي بوزيتيف فاليو. يبقى خلي بالك خط مستقيم ستريت لاين لو بالشكل ده يبقى الاسلوب بتاعه دايما ماله يا شباب؟ بوزيتيف. الاسلوب بتاعه دايما ايه؟ بوزيتيف. طيب لو خدنا بقى الناحيه الثانيه، بدل ما كان الخط بالشكل ده يبقى ده يا شباب الاسلوب بتاعه، نركز جدا، الاسلوب بتاعه ماله؟ بوزيتيف فاليو لو الشكل بتاعه بالشكل ده، لو مايل على محور اكس بالشكل ده، لو هو مايل ناحيه ايه؟ ناحيه اليمين. طب تعال ناخد الناحية التانية، لو انا افترضت الخط بتاعي بالشكل ده، ادي الاكس وادي الواي، تعال نرسم اللاين بتاعنا، اللاين بتاعنا بالشكل ده. قلت لك هات لي الاسلوب، هنعمل ايه؟ هناخد قيمه برضو اكس 1 واكس 2، هات قيمه اكس. تعال يا حبيبي حاجة على الصوت شويه. حاضر، هناخد قيمه اكس 1 واكس 2، اتمنى تكون شايفين كويس. هو انا شايفين اه بس الصوت فاضي قوي. ولا طب كله كده ولا انت بس؟ يا شباب يعني انا معلي صوت على الاخر. انا صوت تمام عندي. طب من اول صوت كويس عندك؟ اه تمام كله. طب يبقى انت معلش علي السماعه عندك شويه، اللي بيقول الصوت واطي علي السماعه عنده شويه، لان انا صوتي يعني بتكلم بصوت عالي جدا. طيب هنا عايزين نجيب الاسلوب، فهاخد نقطه اكس 1 ونقطة x2. طيب فين النقطة المقابلة x1؟ ادي النقطة المقابلة x1 تديك مين؟
يبقى دي واي 1، وادي نقطة مقابلة الواي 2 يبقى دي واي 2، يبقى دي واي 2. طبعا هنا هنحط مثلا 6 7 8. تاني الاسلوب بتاعنا عبارة عن ايه يا شباب؟ الاسلوب بتاعنا قولوا انتوا y2 minus y1 over x2 minus x1. انا بشرح ليه النقطة دي مع ان ناس كتير عارفاها، لان في ناس كانت بتسألني عليها في المجموعة اللي قبلكم، فعشان كده بعيدها عشان لو في حد نسيها بذكره به. طيب y2 هنا بكام؟ y2 هنا ب 5 مثلا، يبقى y2 ب 5 minus ادي y2. y1 بكام؟ y1 تقريبا ب 6. طيب وهنا x2، x2 بكام؟ x2 ب 2 ب 2 minus x1 بكام؟ x1 ب 1. يبقى اذا الاسلوب عباره عن ايه؟ 5 minus 6 over 2 minus 1. 5 minus 6 بكام؟ minus 1، و2 minus 1 ب 1، يبقى القيمه طالعه بكام؟ minus 1. يبقى اذا اللاين لو بالشكل ده الاسلوب بتاعه ايه يا شباب؟ الاسلوب بتاعه ايه؟ نيجاتيف فاليو، نيجاتيف فاليو. تمام؟ اوكي؟ واضحه النقطه دي ولا حد عنده استفسار؟ واضحه النقطه دي ولا حد؟ يبقى الخط بتاعك لو مايل ناحيه الليفت يبقى اذا ليه نيجاتيف سلوب، لو ما ناحيه الرايت يبقى ليه بوزيتيف سلوب. النقطه دي مهمه جدا. طيب الاسلوب اللي هو ايه يا شباب؟ الاسلوب اللي هو ايه؟ الاسلوب اللي هو ايه؟ برافو عليك يا محمود، الفيرست ديريفيتيف اتكلمنا عنها في المحاضره السابقه بالتفصيل. تعال نرجع بقى، يبقى احنا وقفنا المحاضرة السابقة، عرفنا في المحاضرة السابقة ان انا لو بدأت الويت بتاعي عند النقطة دي، خلينا نسيبها باللون الأحمر عشان تكون أوضح. لو أنا بدأت الويت بتاعي الـ W سميها مثلا W0 عند النقطة دي، يبقى ادي التانجنت عند دبليو نوت. طب التانجنت عند دبليو نوت الاسلوب بتاعه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يا شباب الاسلوب بتاعه، برافو عليك يا أميرة، برافو عليك يا أميرة، بوزيتيف. طب يعني ايه بوزيتيف؟ يعني البارشل جي باي بارشل دبليو بقيمه بوزيتيف، بقيمه ايه؟ بوزيتيف. يبقى اذا القيمه دي نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ القيمه دي ده بوزيتيف تايم نيجاتيف. يبقى يا مال يا شباب، يبقى دبليو 1 هتبقى عبارة عن W نوت ماينس القيمة دي كلها، دي بوزيتيف وفي إشارة نيجاتيف، يبقى إشارة نيجاتيف. يبقى تديك إيه؟ تديك إن البارشال جي باي بارشال W، أنت خدت W نوت دي ونقصت منها القيمة دي، يبقى هتجيبك هنا، صح؟ مظبوط يا شباب؟ أو تجيبك هنا. طب تجيبك هنا ولا هنا ولا هنا؟ ده حسب مقدار الخطوة، مقدار الستيب. طب مين اللي بيتحكم في مقدار الستيب ده؟ الألفا. اوكي؟ طيب فرضا مثلا ان انت اخترت ألفا معينة فجابتك هنا، يبقى ادي W1، صح كده؟ التانجنت عند W1 الاسلوب بتاعه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يا شباب ممتاز، الاسلوب بتاعه بوزيتيف. يبقى W2 هي W1 ماينس
الفا المقدار ده ماله بوزيتيف صح؟ يبقى اذا هتنقص من ال W1 القيمة دي. طبعا حسب مقدار الالفا هتمشيك فرضا اجابتك هنا. تمام؟ يبقى طالما السلوب بوزيتيف انت بتنقص في قيم مين يا شباب؟ بتنقص في قيم مين؟ بتنقص في قيم ال W لحد ما توصل الى هنا صح؟ طيب هنا الاسلوب ماله؟ هنا الاسلوب ماله؟ زيرو. زيرو، برافو عليك. هنا ما فيش اسلوب، يعني البارشال جي باي بارشال دبليو بزيرو. ممتاز. يبقى اذا عند النقطه دي الباشا ده بزيرو، يبقى دبليو نيو ده بزيرو، يبقى دبليو نيو بيساوي ايه؟ دبليو اولد ماينس زيرو. يبقى اذا عند المينيمم بوينت مفيش تغيير بيحصل فينا يا شباب في قيمه الدبليو. يبقى النقطة اللي تحصل عندها ان قيمة ال W القديمة هي W الجديدة، يبقى انت كده وصلت عند مين؟ عند المينيمم بوينت. طب واحد يقول لي لا، فرضا انك انت ما بدأتش من هنا ولكن بدأت ال W بتاعتك من هنا. طبعا يا شباب احنا لما بنختار في الاول بنختار قيمة لل W، احنا مش عارفين فين المينيمم، مش عارفين قيمة ال W اللي توصلني ان تخلي لي قيمه الكوست فانكشن بمينيموم. احنا لما بنبدا بقيمه مش عارفين فين قيمه الكوست فانكشن اللي تخلي لي الكوست فانكشن بمينيموم. ففرضا بدانا وجات هنا، وبدات دبليو زيرو. طيب فين التانجنت؟ ادي التانجنت. التانجنت اتفقنا التانجنت هنا الاسلوب بتاعه بايه؟ الاسلوب بتاعه بايه يا شباب؟ طب في حد بيسال سؤال مهم، في سؤال حد بيسال سؤال مهم، اشوف السؤال بتاعه. مين هيختار الانيشال دبليو؟ احنا اللي بنختارها بس بنختارها راندوم، هتودينا فين ما نعرفش هتودينا فين. تمام؟ هديك مثال يا محمود. لو انت مثلا قلت لك هات لي اكتر نقطه منخفضه في الشارع، هل انت عارف فين اكتر نقطه منخفضه في الشارع، ولا هتمسك الشارع من اوله لاخره تمشي عليه نقطه نقطه، تمشي عليه خطوه بخطوه لحد ما تشوف فين اكتر نقطه منخفضه؟ فنفس الكلام احنا مش عارفين فين اقل قيمه، فبنمسك نقطه ونبدا نكمل منها لحد ما نوصل لاقل نقطه. وضحت يا محمود؟ وضحت؟ طيب هنا بدانا الدبليو نوت، هنا بدانا الدبليو نوت، هنا التانجنت، هنا الاسلوب بتاعه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف هنا يا دكتور. نيجاتيف، ممتاز. يعني ايه؟ يعني دي قيمتها بايه؟ بنيجاتيف فاليو صح؟ طيب لما اضربها في الاشاره النيجاتيف دي يبقى المقدار ده كام؟ بوزيتيف. بوزيتيف، ممتاز. يعني الدبليو دي هتزيد ولا تقل؟ يعني دبليو الجديدة هتبقى أكبر من دبليو القديمة ولا أقل؟ ولا أقل؟ أقل منه. هتزيد؟ لا هتزيد، ما أنا باخد دبليو الجديدة وأزود عليها كام؟ قيمة. هتقرب للزيرو أقصد أنا. فهتزود، لا إحنا كده ماشيين عند دبليو، فأدي الدبليو هنا صغيرة وبتزيد هنا على محور إكس، على محور الدبليو هنا، الدبليو هنا صغيرة وبتزيد هنا. أه يبقى هتزيد كده يا دكتور. فهتزيد، فلما تزيد كأني بقرب لمين؟ لقيمة الكوست فانكشن هتكون مينيمم صح؟
طب فرضا ان انا جيت هنا، طبعا على حسب الخطوه، حسب الستيب اللي احنا بنسميه ليرنينج ريت هنمشي. اوكي، فرضا ان جت هنا، الاسلوب هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. وبالتالي لو سمينا دي دبليو 1 يبقى عندي، يبقى مثلا فرضا ان دبليو 2 بيساوي ايه؟ بيساوي دبليو 1 ماينس الفا بارشال جي دبليو باي بارشال دبليو، بس ده قيمه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. يبقى تخلي لك الاشاره دي مالها؟ بوزيتيف. يبقى هتجيب لك ال دبليو 2 هنا مثلا، هات ال دبليو 2 فهتزود لك قيمه دبليو 2 لحد ما توصل لهنا. هنا هتلاقي الاسلوب ماله؟ الاسلوب ماله؟ بزيرو، صح؟ الاسلوب هنا بزيرو، يعني بارشال جي باي بارشال دبليو بزيرو. يبقى اذا دبليو الجديده بتساوي دبليو القديمه عندي المينيمم فاليو لمين؟ للكوست فانكشن. واتفقنا ان اللي هنعمله لدبليو هنعمله لمين يا شباب؟ اللي هنعمله لدبليو هنعمله لمين؟ هنعمله للبي. يبقى اللي عملناه للدبليو هنعمله لمين؟ هنعمله للبي. وبالتالي احنا قلنا مين اللي بيتحكم في حجم الستيب، في مقدار الستيب، في مقدار الخطوه؟ الالفا. الالفا دي اللي احنا بنسميها ايه؟ بنسميها الليرنينج ريت. طب الالفا دي بتاخد قيم من، بتاخد ايه القيمه اللي ممكن تاخدها؟ قال لك تاخد القيم بحيث تكون اكبر من زيرو واقل من او يساوي 1. يعني تاخد القيم اكبر من زيرو واقل من يساوي 1. طب يا دكتور دلوقتي نختار الفا بكام؟ نختارها بكام؟ ب 1 ولا اكبر من زيرو ولا بنص ولا بربع ولا بكام؟ خلينا ندرس البيهيفير بتاع الالجوريزم لو احنا خدنا قيم الفا صغيره جدا، ولو احنا خدنا قيمه الفا كبيره جدا. يعني ايه كبيره جدا؟ يعني تقول الى ال 1. اوكي، خلينا نشوف الالجوريزم هيشتغل ازاي. يبقى احنا اتفقنا ان هو ده الجريدينت ديسنت الجوريزم. خلينا نفترض ان احنا خدنا الفا صغيره جدا. يعني ايه الفا صغيره جدا؟ يعني الفا تقترب من الزيرو ولكن لا تساوي الزيرو. يعني ايه؟ يعني مثلا اختار الالفا مثلا ب 0.00000001 مثلا. اوكي؟ طيب فرض طبعا احنا في الاول بنبدا باي قيمه ابتدائيه للدبليو. فرض ان خدنا قيمه ابتدائيه للدبليو هنا يا شباب، يبقى ادي هنا كده الدبليو نوت، ادي الدبليو نوت هنا، وادي الجي عند الدبليو نوت، مظبوط كده؟ طيب فين التانجنت؟ فين التانجنت؟ ادي التانجنت. خلينا ناخد بالون يكون اوضح شويه. ادي التانجنت اهو. الاسلوب بتاعه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الاسلوب بتاعه بوزيتيف. برافو عليك يا اميره. يبقى هنا الاسلوب بوزيتيف فاليو. يبقى اذا القيم، يبقى دبليو 1 بيساوي دبليو نوت، وده بوزيتيف، ده بوزيتيف. يبقى اذا دبليو 1 هتكون اقل من دبليو نوت ولا اكتر من دبليو نوت؟ اقل. اقل، لان انا بطرح منها. برافو عليك، لان انا بطرح منها. اوكي، لان دي هتفضل اشاره نيجاتيف، فهشيل القيمه دي كلها من مين؟ من الدبليو نوت. بس مين اللي بيتحكم لي في المقدار اللي هشيله من دبليو نوت؟ الفا. برافو عليك، برافو عليك يا امير، برافو عليك يا محمود، برافو عليكم. بس هنا احنا مختارين الفا مالها؟ صغيرة جدا، صح؟ صغيرة جدا. يعني إذا ألفا نوت
هتكون صغيرة جدا عن هتكون هنا، صح كده؟ صح كده؟ يبقى إذن ادي ال W1 هنا كده، يبقى ادي ال W1 وادي قيمة الفانكشن عند ال W1. طب فين التانجنت؟ ادي التانجنت. الاسلوب هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. برافو عليك يا نوران، الاسلوب هنا بوزيتيف، يعني W2 هتكون اصغر من W1 ولا اكبر؟ هتكون اصغر. برافو عليك يا محمود. طيب مين اللي هيتحكم لي في حجم الخطوة؟ الالفا، والالفا هنا مالها؟ صغيرة جدا. يبقى هتجيب لك W2 هتكون هنا تقريبا، يبقى تجيب لك W2 هنا، وهكذا كده 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 كده. تمام كده 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 كده. دي كلها خطوات، ها دي كلها خطوات يا شباب، دي كلها خطوات، دي كلها تريش لحد ما اوصل هنا. هتلاحظ ايه هنا في الالجوريزم بتاعك؟ ها يا شباب هتلاحظ ايه؟ ماني معاهم كورس. ان الالجوريزم بتاعك بطيء جدا، صح؟ ان عشان شوف خدت كام خطوه عشان اجي من هنا لهنا؟ خدت خطوات كتير جدا 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 جدا. ليه؟ لان انا خدت حجم خطوه صغير، فبالتالي محتاج امشي خطوات كتير جدا. يبقى الالجوريزم بتاعي ماله؟ بطيء جدا. اوكي يا شباب وضحت ولا حد عنده استفسار؟ وضحت ولا حد عنده استفسار؟ تمام تمام يا دكتور. يبقى اذا لو انا اخترت الالفا صغيرة جدا، الجريدينت السنت ماله؟ هيكون بطيء جدا عشان يحصل كونفيرجنس. يعني ايه يحصل كونفيرجنس؟ يعني اوصل الى المينيمم فاليو. اوكي؟ طب واحد يقول لي خلاص نختاره قيمة كبيرة، صح؟ لو احنا اخدناه قيمة كبيرة، يعني وفرضا الويت جه هنا، خدنا قيمة كبيرة، أكبر قيمة بكام يا شباب؟ أكبر قيمة الألفا بكام؟ بوان. برافو عليك يا أمير، برافو عليك يا نوران، أكبر قيمة بوان. فرض خدنا قيمة الألفا قيمة كبيرة. طيب تعال نشوف البيفورمانس بتاع الألجوريزم بتاعنا. آدي، خلينا نختار بس اللون يكون أوضح شوية. ادي التانجنت بتاعنا، الاسلوب هنا نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ بعد هنا كده عندي مين؟ ادي كده عندي دبليو نوت، بعد دبليو نوت اهو، وادي هنا قيمه الفانكشن عند مين؟ عند دبليو نوت. طيب الاسلوب هنا ماله يا شباب؟ نيجاتيف. الاسلوب هنا نيجاتيف. برافو عليك. يعني البارشل جي باي بارشل دبليو كام؟ بنيجاتيف فاليو، صح كده؟ يعني دبليو 1 هنا بيساوي دبليو نوت، وده نيجاتيف، صح؟ ده نيجاتيف، صح كده؟ لما اضربه في اشاره نيجاتيف يديك ايه؟ يديك ايه يا شباب؟ بوزيتيف. يديك بوزيتيف. يعني W1 هتبقى أكبر من W0 ولا أقل؟
اكبر هتزيد. دي، بس احنا واخدين الالفا مالها كبيرة صح؟ طب لما تاخد الالفا كبيرة يبقى الالفا دي هتخلي لك الخطوة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. كبيرة. يبقى فرضا انها جابتك هنا، يبقى ادي هنا ال W1 تمام؟ ادي ال W1، شايف الخطوة كبيرة ازاي؟ طيب تعال نكمل ونشوف ايه اللي هيحصل. التانجنت هنا، ادي التانجنت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف نيجاتيف. برضو. نيجاتيف يعني الإشارة هنا مالها؟ بوزيتيف صح كده؟ يعني ال W2 هي ال W1 بلس، هزود بس أنا الخطوة هنا كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة صح؟ يبقى انا هزود على ال W2، هتجيب لك هنا ال W3 اوكي يا شباب؟ هتجيب لك هنا ال W3 يبقى ادي هنا ال W نوت وادي ال W1 لل W2 سوري، وادي W2 شايف جه هنا وبعدين جه هنا صح كده؟ صح كده يا شباب؟ صح يا دكتور. فرضا تعال نشوف الاسلوب، ادي الاسلوب، الاسلوب هنا نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ بوزيتيف. بوزيتيف يعني الإشارة هنا هتكون مالها؟ positive value. الإشارة هنا هتبقى نيجاتيف صح كده؟ يبقى positive time negative هتبقى إيه؟ أدي positive time negative هتبقى إيه؟ negative. يبقى ال W2 هي W1 negative القيمة دي صح؟ طيب مين اللي بيتحكم لك في الخطوة هنا؟ الألفا، والألفا كبيرة جدا، الألفا تقول إلى الون، فهتجيب لك تخلي لك يبقى W2 أكبر من W1 ولا أصغر؟ طبعا أنا هشيل منها، هشيل منها قيمة، في إشارة نيجاتيف هنا، فأنا هشيل منها القيمة دي كلها، والألفا أنا كبيرة، يبقى ال W2 اصغر ولا اكبر يا شباب؟ أصغر المفروض. اصغر. طب فرضا ان جابت لك ال W1 هنا، ادي ال W، خلينا نعملها باللون الاحمر هنا اهو، يبقى ادي ال W3 يبقى جات لك هنا تمام. ايه اللي حصل يا شباب؟ ايه اللي حصل؟ برافو عليك يا نوران. يبقى انا ده بعمل اوفر شوت، يبقى انا عمري ما هاجي للمينيمم، عمري ما هاجي لمين؟ عمري ما هاجي للمينيمم، مش هاجي هنا ابدا، دايما بيحصل اوفر شوت للمينيمم فاليو صح؟ صح يا شباب؟ وبالتالي الالجوريزم بتاعي هيقف، وبالتالي الالجوريزم بتاعي هيقف يا شباب، ولا هيفضل شغال الى ما لا نهايه؟ يفضل شغال كده. هيفضل شغال الى ما لا نهايه، وبالتالي عمره ما هيوصل لمين؟ للكونفرجنس. بكده نكون طلعنا بملحوظتين مهمين. ايه هما الملحوظتين؟ ان لو عندك الليرنينج ريت صغير جدا الالجوريزم بتاعك ماله؟
الالجوريزم بتاعك هيكون بطيء جدا، هيوصل للكونفيرجنس ولكن هيكون ماله، هيكون بطيء جدا جدا جدا. طيب لو الليرنينج ريت كبير، الالجوريزم بتاعك هيعمل اوفر شوت وعمره ما هيحصل له كونفيرجنس، يبقى فيل تو كونفيرجنس. يبقى يا شباب فيل تو كونفيرجنس يعني ايه؟ فيل تو كونفيرجنس يعني مش هيوصل للمينيمم فاليو للكوست فانكشن. طيب وبالتالي ايه العمل يا دكتور؟ العمل ان احنا نحاول دايما نقيم الليرنينج ريت، ولا هي كبيره ولا هي صغيره. دايما يا شباب حاول في قيم، يا اما الالفا تكون قيم 1 من 10 او 1 من 100، يعني 0.01 0.01 0.02 0.03 0.1 0.2 0.3، يعني تاخد قيم حوالين كده مثلا. اوكي يا شباب، طبعا هنا مفيش قيمه اوبتيمال، ولكن بتعتمد على المساله اللي في ايدك، تمام. بس هتلاحظ ان بتكون قيمه يا اما واحد، يا اما قيم من 10 يا اما قيم من 100. اوكي يا شباب، لكن ما تاخدهاش قيم صغيره خالص ولا قيم كبيره جدا. طب تعال نشوف مثلا لو احنا خدنا قيمه معقوله من القيم اللي احنا بنقول عليها دي، 1 من 10 و1 من 100 او 2 من 10 و2 من 100 او 3 من 10 و3 من 100، 4 من 10 و4 من 100، 5 من 10 و5 من 100. طب ايه اللي بيحصل؟ لو خدنا مثلا قيمة ألفا، قيمة معقولة يعني، إيه اللي بيحصل؟ تعال نشوف إيه اللي بيحصل. طبعا أدي هنا W نوت، هنا كده W نوت، وهذا قيمة الفانكشن عندي W نوت هنا، تمام. تاني التانجنت هنا الأسلوب بتاعه بوزيتيف ونيجاتيف، يا شباب بوزيتيف بوزيتيف هنا، واحنا واخدين الفا معقوله، لا هي كبيره جدا ولا هي صغيره جدا. فبالتالي هتجيب لك مثلا قيمه ال W1 هنا، يبقى هنا كده قيمه ال W1. طب هنا عايز اسالك سؤال، الاسلوب عند ال W نوت اكبر ولا الاسلوب عند ال W1؟ مين فيهم اسلوبهم اكبر؟ الدبليو نود اكبر، دبليو نود اكبر، دبليو نود اكبر. وبالتالي كل ما تمشي ناحيه المينيمم الاسلوب يحصل له ايه؟ بيقل. وبالتالي الخطوه بتاعتك مالها؟ بتقل. وبالتالي الالجوريزم لما يكون بعيد عن المينيمم، لما تختار الفا معقوله، لما تكون بعيد عن المينيمم الالجوريزم ماله؟ بيبقى سريع، صح؟ صح كده؟ وهنا كل ما تقرب المينيمم الالجوريزم يحصل له ايه؟ يحصل له كونفيرجنس، بس بيحصل بايه؟ ببطء. وضحت النقطة دي؟ وضحت يا دكتور. يبقى كده وصلنا لكم ملحوظة؟ في حد بيسأل سؤال؟ حاضر هجاوب على سؤالك. أميرة بتقول طيب ليه قلنا الألفا أقل من أو يساوي 1 وهي لو في ما قلناش؟ لا مش فاهم سؤالك يا أميرة، وضح سؤالك يا أميرة، يعني أنت سأل السؤال بطريقة مش مفهومة شوية. أنا دلوقتي يا دكتور علي صوتك شوية يا أميرة. بقول ليه لو ليه الألفا قلنا إن هي أقل من أو يساوي 1 وهي انا اول ما نعملها ان هي بتساوي الواحد مش بتوصل للمينيمم بوينت، والالجوريزم بيفضل شغال وعمرها ما هتوصل، فليه ما قلناش ان هي اقل من الواحد وما سويناهاش بالواحد؟ يعني ما احنا لو سويناها بالواحد الالجوريزم مش هيحصل له كونفيرجنس، فهمتيني؟
ما انا قصدي كده بس ان احنا ما نساويهاش من الواحد، يعني نقول ان من الالفا اكبر من ما الثيتا احنا عايزين نقول، احنا عايزين نقول ان هي اقل من واحد، عشان كده حطينا قيمة الفا، عايزين نقول ان هي اقل من واحد. بس ايه القيمة، ايه القيمة بقى؟ بتختلف من مشكلة لمشكلة، هي مكتوبة إن تمام؟ الألفا من أكبر من الزيرو وأقل من أو يساوي الواحد، فإحنا ايوه، نقول أقل المفروض من الواحد، بس مش هنساويها بالواحد. انت ممكن، ما انت ممكن برضه تختاريها بنص، وبتلاقي الجزء ما بيحصل فيه كونفيرجنس، فهمتيني؟ تمام. يعني ممكن تختاري الف، يعني في بعض المسائل، يا سؤالك حلو يا أميرة، يعني ممكن برضه بقى الالفا تختاريها بنص، شايفه النص دي كده، تمام؟ وتلاقيها بيحصل لها كونفيرجنس، بيحصل برضه نفس المشكلة دي، بيحصل الديفيرجنس ده، تمام؟ فاهمة يا أميرة ولا إيه؟ فبالتالي يعني ممكن ألفا بأربعة من عشرة تعمل لك نفس المشكلة، ألفا ثلاثة من عشرة تعمل لك نفس المشكلة، ألفا اثنين من عشرة ممكن تعمل لك نفس المشكلة، ألفا اثنين من عشرة ممكن تعمل لك نفس المشكلة، فعشان كده بنقول هي بتعتمد على المشكلة اللي في إيدك. يعني لما تحلوا أنتوا وتطبقوا على أبلكيشنز كتير، بتعتمد على المشكلة اللي في إيدك، تمام؟ فعشان كده ملهاش قيمة ستاندرد. وبالتالي كده بنكون وصلنا إلى three nodes. أول نود إن عندنا لما يكون الليرنينج ريت بطيء جدا، الألجوريزم بتاعي لما يكون الليرنينج ريت بتاعي صغير جدا، الألجوريزم بتاعي بيحصل له كونفيرجنس ولكن بيكون بطيء جدا. دي أول نود. تاني نود ان لو الليرنينج ريت بتاعي كبير، الالجوريزم بتاعي عمره ما بيوصل للكونفيرجنس، ومش بنوصل للمينيمم بوينت. النقطة الثالثة، لو احنا خدنا الليرنينج ريت بشكل معقول، طالما هو بعيد عن المينيمم بيكون سريع، اول ما بيقرب من المينيمم فاليو للكوست فانكشن بيكون بطيء. اوكي، وبالتالي نحط المعادلات بتاعت اللينير ريجريشن مع بعضها عشان تشتغل مع بعضها. ادي شكل الموديل، الهدف ان احنا عايزين نجيب واي هات اللي تخلي لي كل قيم الواي هات قريبه من الواي، يعني عايزين قيمه الكوست فانكشن اقل ما يمكن. فبالتالي بنطبق الجريدينت ديسنت لحد ما يحصل كونفيرجنس. دي المعادلات، صح يا شباب؟ بس لسه في مشكلة ما حليناهاش، لسه عادلين حاجات لسه ما حسبناهاش. ايه الحاجة اللي احنا لسه ما حسبناهاش؟ يا شباب ايه اللي احنا لسه ما حسبناهوش؟ القيمة دي ديريفاتيف، والقيمة دي ديريفاتيف، هل حسبناهم ولا لسه؟ حسبناهم ولا لسه يا شباب؟ لسه. تعال نحسبهم بقى، تعال نحسب القيم دي بكام بالظبط. اتفقنا ان الكوست فانكشن هي بالشكل ده، y hat i minus y i. طيب ال y hat بكام؟ ال y hat دي بكام؟ يا شباب ب w x i plus b. ممتاز. طيب انا عايز احسب ايه؟ عايز احسب اول ترم، عايزين نحسب الترم ده، ده اول ترم انا عايز احسبه. طب وبالتالي اقدر اشيل ده، اقدر اشيل الواي هات واعوض عنها. باذن جي دبليو بي 1 اوفر 2 ام سميشن اي من 1 الى ام، هشيل الواي هات واعوض عنها، اللي هي دبليو اكس اي بلس بي
ماينس واي اي الكل سكوير. الكل سكوير انا عايز احسب مين؟ عايز احسب بارشل جي دبليو بي باي بارشل دبليو. هنطبق قواعد الكالكولس وقواعد الديريفاتيفز اللي احنا اتعلمناها في سنه اولى وثانيه. يبقى انا هعمل ديريفاتيف لكل ده بالنسبه لدبليو. طيب خلينا نمشي مع بعض. ده كونستنت صح؟ صح يا شباب؟ الكونستنت ده مضروب في فانكشن. طب الديريفاتيف للكونستنت مضروب في فانكشن بنعمل فيه ايه؟ بنعمل فيه ايه يا شباب؟ يا راجل حرام عليك، لما يكون عندي كونستنت مضروب في فانكشن واعمل عليه الديريفاتيف، الديريفاتيف يعمل ايه الكونستنت؟ يعمل ايه؟ ما ياثرش عليه، يطلعه بره، مش هياثر عليه. يبقى اطلع الديريفاتيف ده بره، يبقى اذا هيديني ايه؟ هيديني 1 اوفر 2m. هدخل الديريفاتيف جوه. طيب الديريفاتيف هيأثر على السميشن؟ مش هيأثر على السميشن، يبقى هدخل الديريفاتيف جوه السميشن، يبقى بارشل باي بارشل دبليو لمين؟ للقوس ده. اتفقنا زي ما درسنا في كورس الكالكولس، الديريفاتيف لما يدخل على الباور بيعمل فيه ايه؟ هذه الباور اهو، الديريفاتيف لما يدخل على الباور بيعمل فيه ايه يا شباب؟ برافو عليك، بينزله وينزل منه 1. برافو. ب 1 اوفر 2 ام summation i من 1 الى m، هنزل الديريفاتيف ده يبقى 2 اوكي، وهنقص منه 1 يبقى القوس ينزل زي ما هو، ونقص منه 1 وكل اللي جوه القوس ينزل زي ما هو. w x i بلس بي ماينس دبليو اي. بي في ايه يا شباب؟ في ايه؟ في ايه قولوا لي؟ ديريفاتيف ما بداخل القوس، يبقى فاضل ما بداخل القوس بالنسبه لمين؟ بالنسبه لدبليو. طيب يبقى فاضل كل اللي جوه القوس بالنسبه ل W. انا بفاضل بالنسبه لمين؟ بفاضل بالنسبه ل W، يبقى تفاضل ده بالنسبه ل W بكام يا شباب؟ برافو عليك، برافو عليك يا نوران، ب اكس اي. يبقى اذا يبقى اكس اي. طيب
يبقى هنا نكتبها كده بشكل أوضح شوية. أنا بس عايز أوضحها أكتر. يبقى إذن A departure JWB by partial W. اتفقنا إن the constant طلع بره. summation I من 1 إلى M. نزلنا الباور و اللي جوه ينزل زي ما هو. ونقصنا من الباور 1 يبقى 2 ماينس 1 تايم ديريفاتيف بالنسبه ل W ما بداخل القوس، يبقى هنفاضل ما بداخل القوس بالنسبه ل W. يبقى إذن ده بيساوي ايه؟ تو ماينس 1 ب 1، يبقى ده زي ما هو معاي. ديريفاتيف المقدار ده بالنسبة ل W كام؟ كام؟ ها شباب يبقى في كام؟ ديريفاتيف المقدار ده بالنسبة ل W بكام؟ ب اكس اي، صح يا نوران؟ ب اكس اي. طيب ديريفاتيف البي ده بالنسبة لل W بكام؟ بزيرو. ديريفاتيف الواي بالنسبة لل W بكام؟ بزيرو. تمام؟ زي ما اتعلمنا في قواعد الديريفاتيف. يبقى إذا بارشال جي باي بارشال دبليو ايكوال ايه يا شباب؟ خلي بالك ال 2 دي هتضيع مع ال 2 دي، صح كده؟ يديك 1 اوفر ام سميشن اي من 1 الى ام. ايه اللي باقي لك؟ باقي لك القوس ده ب دبليو اكس اي بلس بي ماينس واي اي. هذا القوس ده مضروب في مين؟ مضروب في الاكس اي، مظبوط؟ طيب ده اللي هو مين؟ ده اللي هو مين؟ واي هات، مش ده اللي هو واي هات يا شباب؟ ايوه تمام تمام يبقى اذا بارشل جي باي بارشل دبليو هو عباره عن مين يا شباب؟ 1 اوفر ام سميشن اي من 1 الى ام دبليو اكس اي. اللي هي مين بقى؟ عشان مين بقى؟ شيل احط مكانها مين؟ شيل احط مكانها واي هات، صح كده؟ هشيل ده كله واحط مكانه مين؟ واي هات اي ماينس واي اي تايم اكس اي. يبقى هو ده اللي انا عايزه. وضحت؟ واضح يا شباب ولا حد مش فاهم؟ تمام يا دكتور. يبقى اذا كده انا حسبت اول مقدار، حسبت ده. وانا كده حسبت ده. باقي لي احسب ده. بنفس الكلام. بنفس الكلام. نفس الكلام يا شباب.
بس بدل ما بعمل ديريفاتيف بالنسبة إلى W، هعمل ديريفاتيف بالنسبة لمين؟ هعمل ديريفاتيف بالنسبة لمين؟ للبي. ممتاز. يبقى هنا نفس المعادلات، مفيش تغيير، ولكن بدل ما بعمل ديريفاتيف بالنسبة لW، هعمل ديريفاتيف بالنسبة لمين؟ إلى البي. ده كونستنت. هيحصل فيه إيه يا شباب؟ هيحصل فيه إيه؟ اطلع بره كده. يطلع بره، يبقى 1 اوفر 2 ام. هدخل الديريفاتيف جوه، يبقى سميشن اي من 1 الى ام بارشال باي بارشال بي دبليو اكس اي بلس بي ماينس واي اي الكل سكوير. هنعمل ايه؟ هننزل الباور، صح؟ صح يا شباب؟ هننزل الباور ونطرح من قوس كام؟ 1. تو ماينس 1 بارشل باي بارشل بي لما بداخل القوس. مين داخل ما بداخل القوس؟ هو دبليو اكس اي بلس بي ماينس واي اي. طيب يبقى بارشل جي باي بارشل بي هو عباره عن 1 اوفر 2 ام summation i من 1 الى m 2. القوس ينزل زي ما هو. طبعا ده 2 minus 1 بكام؟ ب 1. يبقى w x i plus p minus y i. طيب تايم ديريفاتيف ده بالنسبه لبي بكام يا شباب؟ برافو عليك يا نوران، بزيرو. بلس ديريفاتيف البي بالنسبه لبي بكام؟ بوان. برافو عليك يا نوران، برافو عليك يا محمود. ماينس ديريفاتيف الواي بالنسبه لبي بكام؟ بزيرو. برافو عليكم. يبقى القوس ده كله بكام في الاخر؟ القوس ده كله بوان. تمام. يبقى اذا بارشل جي باي بارشل بي بكام يا شباب؟ فإذا بارشل جي باي بارشل بي كام؟ 1 اوفر 2 ام سميشن اي من 1 الى ام. طبعا في 2، فال 2 دي هتضيع مع ال 2 دي، يبقى هنشيل ال 2. فهنشيل مين؟ هنشيل ال 2. طيب ده اللي هو مين يا شباب؟ ده اللي هو مين؟ برافو عليك يا نوران، ده الواي هات. يبقى اذا واي هات اي ماينس
واي اي، وهنا تايم 1، يبقى هو ده المقدار اللي احنا عايزينه. يبقى اذا هنشيل، يبقى اذا كده احنا حصلنا على الالجوريزم بتاعنا، بعوضنا عن البارشل جي باي بارشل دبليو بالمقدار ده، وعوضنا عن بارشل بي بارشل جي باي بارشل بي بالمقدار ده، وبكده نكون حصلنا على معادلات اللينير ريجريشن الجوريزم. بكده هي دي كل المعادلات اللي احنا محتاجينها في اللينير ريجريشن الجوريزم. تمام يا شباب؟ في حاجة مش واضحة؟ في حاجة مش مفهومة؟ في النهاية زي ما على العلم اجتمعنا، في العلم الخير دائما نجتمع إن شاء الله. السلام عليكم.